ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفقرة المحببة لكتير من مشاهدينا، فقرة الصحة والرشاقة، واللي بنتعرف فيها على أسرار الجسم الصحي إزاي نحافظ عليه. النهاردة تحديدا فقرتنا هتكون عن مشكلة منتشرة جدا، ناس كتير بتسأل إزاي نعالجها، هنتخلص منها. طيب دي بتكون للأسف سبب أساسي في عدم الحصول على جسم مثالي، هي الغدة الدرقية، واللي تقريبا نص الشعب عنده خلل فيها إما بالنشاط أو بالخمول. علشان كده منورني النهاردة في الاستوديو الدكتور أحمد نوبل، أخصائي تغذية العلاجية وعلاج السمنة. مساء الفل عليك يا دكتور. مساء النور على حضرتك. ايه الموضوعات الرائعه دي؟ موضوعات صعبه. احنا اولا اسمح لي يعني اوجه تحيه طبعا ليك في البدايه، واوجه تحيه للشركه اون تارجت فارما على يعني ان انتم بتاخدوا اسئله مشاهدينا الكرام من خلال الصفحه الشخصيه بتاعتي، وان احنا بنعمل منها موضوعات والفقرات بتاعتنا. بشكرك جدا. ما شاء الله، يعني ما شاء الله اسئله قويه. لازم يعني برنامج قوي ما شاء الله، فبتيجي منه اسئله قويه جدا، فانا ببقى سعيد جدا بالحلقات. الحقيقه موضوع الغده يا دكتور انت بس الوحيد اللي هتبقى معانا تقول لنا كل التفاصيل. بجد موضوع الغده الدرقيه ده مقلق وبيضايق بعض البنات الصغيرين في السن وبرضه كبار السن. ادي بقى حضرتك نقطه كمان زياده. قول. هي الشماعه اللي بيتعلق عليها اي زياده في الوزن. دي بقى حضرتك قلت 50% من الناس عندها اللي عنده ماشي، اللي بيعلق بقى الشماعه عايزين نحلها له هو كمان. النسبه مش كده خالص، هي النسبه مش عاليه عشان انت عارفه، بس هي القصه اي حد بيفشل في الدايت يقول لك انا عندي الغده مش متظبطه شويه. فهي في ناس طبعا كتير بتعاني منها، بتعاني بس فعليا الاكتر من الناس هي مجرد فزاعه، وفي ناس شايلاها يا دكتور. بس هل دول بيبقى عندهم مساحه؟ انا بشوفهم ما شاء الله بينزلوا يعني محافظين على وزنهم برضه. اعرف ناس والله شايلينها بياخدوا العلاج بتاعها وكل حاجه. المنافي الموضوع كله. قولي الغده بدل اتعالجت خلاص زيك زي الانسان الطبيعي. والله العظيم يعني طول ما حضرتك ماشي على علاج الغده بتاعك. قبل العلاج الغده وقبل ما ندخل الناس في المستشفى بكل سهوله. الغده ديت ايه؟ هي حاجه كده هنا ربنا خلقها لنا. ايوه تمام. فيها هرمونات، حاجه اسمها T3 T4 TSH، ثلاث انواع هرمونات. كويس. انت لما بتيجي احنا في شركه اون تارجت فارما معانا فريق طبي بيتابع معاك حاله زي ديت. اوكي حلو. الدكتور جيت كلمتني يا دكتور انا مريض غده. طب مش هقول لك طب كويس، لا لازم اعرف الغده ديت كنترولد ولا لا. فبروح اقول لك اعمل لي تحليل T3 T4 TSH، ثلاث هرمونات دولت بيطلعوا لي ببدا ابص فيهم. قليلين، فبالتالي انت محتاج تبدا ريفير ليك. تروح لدكتور غده يبدا يتابع يديك العلاج، والعلاج معروف مش عايز اقول اسمه بس حاجات معروفه جدا جدا، اي حد مريض غده عدى على باب مريض غده عارف العلاج. عارف العلاج البرطمان ده. تمام. اخدت العلاج كويس. انت بدل انت تاخد العلاج دلوقتي فانت كده بتدخل هرمون خارجي، فانت انسان طبيعي. ما تعلقش مشاكل بقى، ما تقولناش بقى عندي مشكله في الغده والغده ما بتحرقش، مش الكلام ده خالص. بدل هي قصه ايه؟ الغده بتطلع هرمون. تمام. لو انت عندك قصور في الغده الهرمون ما بيطلعش، فانت بتزيد وزنك. خلاص انا معاك. لكن انت بقى الدكتور خلاص الدكتور ادالك الهرمون ده فرجعت طبيعي. فما تقوليش اصل انا عندي غده، لا انت كده ما عندكش غده. كويس جدا. الف ب كده. عشان كده انا في اول كلام قلت لك هي الفزاعه اللي بتتعلق عليها كلام كتير جدا. لا يا فندم انت بتاكل عشان كده وزنك بيزيد. شهادتك مفتوحه عشان كده وزنك بيزيد، مش في قصه غده خالص. اصل يا دكتور انا ما باكلش غير وجبه واحده وبرده بزيد. هو انت تاكلها امتى برضو يا فندم؟ لا وجبه واحده في اي وقت، ما ده غلط. حتى لو بالنهار او بالليل يا دكتور الاثنين زي بعض. الحرق مش هرمونات غده بس. في كميه هرمونات متداخله في الموضوع ده. مثال انسولين. انسولين من الحاجات الانابوليك، من الحاجات البنائيه للدهون. حضرتك جيتي مثلا في نص اليوم خلصنا الحلقه من هنا الساعه اولموست 3 4 مثلا، طلعنا اتغدينا في البيت، اكلنا رز ومكرونه واكلنا بقى الوجبه بتاعتنا العاديه خالص وعيد، اكلنا وعليها طول النهار ما اكلناش. طب ما انا اديت له بوش جامده او نفحه قويه جدا من الكربوهيدرات، فالانسولين يعلى. الانسولين لما بيعلى بيعمل ايه؟ يروح جاي محول لي كده السكريات ديت، ابدا اعبي بيها دهون في الجسم. خزن بقى. فبالتالي هي العمليه مش فكره انا عندي غده او مش فكره انا باكل وجبه. الجسم لازم تصاحبه. كويس. لازم تفهمه. تفهم جسمك لازم صح. لازم تفهم متطلباته. صح. انت مش هتفهمها لوحدك. ليه انت مش هتفهمها لوحدك؟ لان انت مش خريج كليه الطب. عشان كده احنا في شركه اون تارجت فارما عاملين ليك خريجين كليه طب فاهمين في الاجسام كلها،
يبدا يفهمك جسمك واحده واحده. مش لازم افهمك جسم احمد، افهمك جسم محمود، افهمك جسم علي، مش لازم افهمك كل الاجسام دي. انا بفهم، انا كدكتور في الاول بطلب منك الاستماره تملاها عشان افهم على اساسها جسمك كويس. مليت الاستماره، انا ببدا اقعد امسك الاستماره كده، لا طب ده كاتب لي ان هو بيتعالج موضوع الحلقه، بيتعالج من غده. طب كويس، ممكن تعمل اخر تحليل عملته امتى؟ لان احنا برضو ثقافه المتابعه مش عندنا. صح. فانا اخر تحليل عملته يا دكتور ده عامله من سنه، من عام من 6 شهور. لا انت بتهزر. اعمل لي التحليل وابعته لي، ابدا ابص في التحليل. والله التحليل مش كنترولد. مش كنترول ليه؟ التركيز في الدوله اللي اتكلمت عليه التركيز 50 و100. طب ارجع للدكتور بتاعك يظبط لك الجرعه. طب انت منتظم على العلاج اصلا ولا بتاخده كل ما تفتكر؟ لان برضو ديت من الناس جدا. كتير جدا باخد يوم او 4 5. لا طبعا الانسان بينسى طبعا، فانت محتاج دكتور يظبط لك كل الموضوع ده. مش كده احنا مع في نظام طبي متكامل عندنا، ده حتى التوجيه يعني بيبقى طبعاً من خلالكم برضو. طبعا طبعا احنا في الشركه مش بنقدم المنتج اللي اسمه الاناسيليم اللي هتكلم عليه دلوقتي ودوره مع حته الغده دي هتكلم عليه. بس انا هنا بقى براهن على الفرس القوي بتاعي، الدكتور اللي بيتابع معاك وفاهم يعني ايه مريض غده. مريض غده كنترول يعني متظبط، متظبط عنده الغده. فانت انسان طبيعي، وابدا افهمك. بص يا محمود، انت بتقول لي انت مريض غده. طب مريض غده يعني انت عندك خلل في الغده. طب ادي تحاليلك ما فيهاش خلل في الغده. فبالتالي امسح من تفكيرك ومن اللاوعي اللي عندك، لان الرجيم خلي بالك ده وعي، حاله من الوعي. انا عايش حياه الدايت. طول ما انت بتعلق الفشل بتاع الدايت بتاعك على شماعات حجه البليد مسح سبوره. يا فندم سبورتك نظيفه، ما تقومليش تمسحها لي، مالكش دعوه بيها. المهم بقى ان الواحد فعلا يبقى عارف السبب ويبقى مقر بنفسه وعارف عيبه فين. مين اللي هيوضحه عشان يساعد نفسه يا دكتور؟ دكتور اللي هيوضحه. انت لما تلاقي دكتور يقول لك يا فندم تحاليلك بتقول ان انت مريض غده، اوكي انا معاك، بس مريض غده الهرمون موجود في جسمك عادي خالص، فانت مش مريض غده. يعني انت كده قدامي بالعلاج مش مريض غده. خلاص تمام. فبالتالي انت مؤهل ان انت تمشي على الدايت وتنجح فيه بسهوله. كويس قوي. هنا بقى نيجي للنقطه الثانيه، الدايت بتاعك شكله ايه؟ اي كلمه دايت يعني كالوريز ديفكت. يعني ايه بالعربي؟ يعني عجز في السعرات. يعني ايه سعرات؟ انا عايز ابسط كل حاجه عشان اللي يبقى قاعد ما يقولش الراجل ده دكتور جاي بيتكلم هيروغليفي. عايز اتكلم بكل بساطه، ربنا خلق جسمنا زيه زي العربية، بيمشي ببنزين. بنزينك هو الأكل. المعدة بتاعتك هو المكان الريسرفوار اللي هو الجزء اللي بيستحمل البنزين. اللي بيستعمل البنزين كويس، المخزن بتاع البنزين. تمام. أنت جسمك عشان وهو طالع بيه الصبح بعربيتك عشان تروح تلاقيها متصفرة بالليل، لا مفيش حاجة مخزناها، عايز 2000 سعر. كويس 2000 لتر بنزين. تمام. ده اللي جسمك محتاجه. طب انا عشان اخسس جسمك بديله تقريبا 1500 سعر. لازم اقلله شويه، بقلله 500. طب انا محتاج 500 كجسم، هعمل ايه؟ احرق من اللي عندي. كويس، من المخزون بقى. طبعا. ايوه. طب انت جسمك في الاول بيقاوم، يقول لك لا انا عايز مش 2000، ده انا عايز 2500، بدل انت دخلتني في دايت بقى. انا يعني هتعبك اكتر. طب ليه بيتعبك اكتر؟ لان الدايت بتاعك مش مرسوم صح، او بتقوم منه مش شبعان. طب ايه اللي بيشبعك؟ الاناسيليم. كويس. هنا بقى يجي دور الاناسيليم. الاناسيليم ما هو عباره الا عن الياف ربنا مديها طبيعه في طبيعتها. ان هي لما بتشوف ميه تبدا تتعامل شبه البالون في المعده. كويس. فانا بقول عليها هو الجيل الجديد المتطور من عمليات بالون المعده. كويس قوي. تمام. بالون المعده، خلي برضو اقول للناس تطور بالون المعده في التاريخ. يعني في الاول كنا بنعمل العمليه بعدها ب6 شهور الدكتور بيفتح تاني وبيشيل بالون المعده. تمام. بعد كده العلم اتطور شويه، بقت بالون المعده بعد 6 شهور الجسم بيكسره وبيطلعه. اوكي. دلوقتي انت بتاخد كل يوم بالون المعده، الجسم كل يوم بيقدر يتخلص منه. كل يوم بتقدر تخلص منه، بس بدون فتح عمليات جراحيه وبدون المشاكل التخدير وبدون كل القصه دي. انت بتاخد بالون المعده، بتاخد كورس الاناسيليم اللي انا بقول عليه بالون المعده، كيس على كوبايه ميه تشربه بعد ما تقلبه كويس، بعد كده تشرب بعديه 2 كوباية ميه. كويس. عشان الحجم بتاع البالونه يبدا يملى المعده بالشكل اللي انا عايزه كشركه اون تارجت فارما. كويس جدا. طيب كده انت دلوقتي لو انت خدت الاناسيليم ورحت للدكتور عملت اشعه تلفزيونيه على معدتك، هتلاقي بالونه في المعده كده شكلها
مالي ثلاث ارباع حيز المعده. بيتاخد امتى؟ قبل الاكل بنص ساعه. كويس. ليه نص ساعه؟ عشان البالونه زي ما بنقول ايه تستوي، تاخد وقتها. احنا بقى في برنامج طبخ لازم نتكلم كده ايه بالاكسبريشنز بتاعتك عشان البالونه تستوي. ايوه، خلال نص ساعه تبدا تاخد حجمها الكامل. تمام. تبقى ويل استابليش، تبقى حلوه كده في المعده. وتبدا انت لما تيجي تاكل تحس بقى خلاص مش قادر. انا مش قادر اكل. هي هنا حققت بقى النجاح بتاعها بالظبط. انت لو مش قادر تاكل خالص جسمك هيقع طبعا. فهنا بقى يجي دور الدكتور اللي هو يبدا يحط لك النظام الغذائي اللي جسمك محتاجه. بمعنى انا دلوقتي راجل عندي خمول في الغده، بما ان ده موضوع الحلقه. ايوه. فانا محتاج ادخل لك بروتين. بس محتاج ادخل لك بروتين يكون ليه طبيعه جايه مثلا من البحر، في الاسماك. ليه؟ عشان الاسماك فيها عايشه بقى فيها يود، واليود ده بينشط الغده. فاساعد علاج الغده. كويس. مين اللي عمل اللعبه ديت؟ دكتور. كويس جدا. فهتلاقيني مثلا مريض الغده بديله اسماك كتير. يعني ممكن مثلا اقول له انا، احنا عامه في الشركه عندنا او انا كدكتور مثلا، المريض اللي بيجي لي سواء غده او غيره بديله خمس وجبات. كويس. تمام. انا عايز معدته على طول شغاله. شغاله، ما هي طول ما هي شغاله بيحرق كويس. بالظبط. انا ممكن في الخمس وجبات دولت يبقوا ثلاث وجبات فيهم بروتين. انا عايز اسال حضرتك حتى قبل الحلقه، بروتين بشكل محترم. كلك نص فرخه. تمام. هتلاقيني في الاسبوع مش كل يوم فراخ، بس هتلاقيني مزود لك في السمك شويه. بقول لك النهارده ناكل سمك مشوي. بكره ما انت مش هتقول لي مشوي، مشوي بالرد. بعده مفيش مشاكل، لو قلت لك سمك مقلي مش هيزعل. بس طبطب عليه كده بمنديل صافيه من الزيت. بعده حته سمك فيليه. هتلاقيني بديك شويه اسماك، جمبري، كابوريا. هتلاقيني بديك اسماك كتير. ليه؟ محتوى البروتين فيها عالي قوي ما شاء الله، وفيها نسبه اليود اللي انا عايزها، اللي هي برده تساعد الجسم ان هو ينشط الغده وينشط العلاج بتاع الغده. مين اللي رسم الحلقه دي؟ هنيجي عندكم اسكندريه يا دكتور، ناكل كل السمك هناك في اسكندريه عند دكتور احمد. تحيه لكل اهل اسكندريه. طبعا الدنيا كلها، واهل اسكندريه ما عندهمش، يعني على فكره نادرا لما تلاقي عندنا غده قليله، لان احنا البحر كله بنشم اليود فيه ما شاء الله. انا عايز اقول لك كمان انتوا يعني اجمل اكلات في اسكندريه طبعا بورسعيد عشان الناس ما تزعلش، في السويس حاجات جميله كل الله. بس اسكندريه ليها عشق خاص بالنسبه لي. يعني اسكندريه بيعرف يعملوا سمك. ربنا يبارك فيك يا فندم. الله يخليك يا رب. مين اللي رسم رسمه السمك، ومين رسم رسمه الاكل البروتين، ومين رسم الانسيليم تاخديه امتى؟ شركه اونتاركت. هي اللي قالت لك انت هتاخد الانسيليم مع شكل البروتين الاكل الفلاني. اخرج عن موضوع الحلقه شويه، حته الغده والكلام ده. طب افرضي واحد مثلا مريض كلى، دي بقى ليها ظبطه مختلفه تماما. مريض الكلى انا مش عايز اديله بروتين بنسبه عاليه عشان ما يروحش يزود الكرياتينين كليرنس. قصه. فواحد مريض ضغط، بتاخد دواء ضغط ايه؟ مثلا حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكرز مثلا. بتعمل لك انكل إديمة، فانت معبي ميه. رجلك معبيه ميه. ايوه. ابدا اظبط لك اكلك واعلي لك مستوى البروتين بتاعك واديك النظام. في ناس يعني حرام برجليهم فعلا بتورم وبتوصل. هو علاج الضغط بيعمل كده. ايوه. حاجه اسمها انكل إديمة، هو علاج الضغط ما بيعملش غير كده. الفيرست جنريشن قصه كده، مش عايزين ندخل الناس فيها عشان ما تتوهش مننا. فانا كدكتور انا عارف انت اللي عندك ده مش دي ميه. اوكي هتنزل. ما طبعا هتنزل. هديك بقى تبس صغيره. بلاش تبقى قاعد مدلدل رجلك، ارفع رجلك. بلاش مثلا العلاج بتاخده الصبح لازم تفطر بعديه، بلاش ما تفطرش بعديه. مهم قوي الفطار بالنسبه لهم طبعا. ولازم افهمك نقطه برضو، ان ده سايد افكت، العلاج مش هينفع نوقفه. صح. عارفه ليه الكلمه دي انا بقولها مهمه قوي؟ لان في دراسه بتقول لك ان نسبه الديسكونتينيويشن، يعني نسبه ان المريض الضغط مش بيقدر يستمر على علاجه نتيجه الانكل إديمة ديت، نسبه 3%. دي نسبه خطيره. يعني ما بين كل 100 نفر في 3 لا رافضين علاج، مش هاخد علاج تاني بتاع الضغط، اموت. بس ما يجيليش انكل إديمة. ليه؟ هو مش فاهم ايدي. هو بالنسبه له رجلي ورمت. في ناس بتقولها ديت جلطه. فانت معاك في الشركه اون تارجت دكاتره فاهمه كل كبيره وصغيره. هايل. مش دايت بس، كل الطب فاهمينه الحمد لله. الحمد لله. فخارجين طب فاهمين بنعمل ايه. فانا لو لقيت مثلا مريض ضغط انا هساله اول سؤال مثلا، ايه العلاج اللي بتاخده؟ والله مثلا باخد علاج فلاني. انا عارف العلاج الفلاني ده مثلا من شعبه الكالسيوم شانل بلوكرز. طب انت عندك رجلك وارمه يا دكتور، انت عرفت منين؟ فيبدا هنا بقى الدكتور، هنا الحاجات بقى اللي احنا بنبدا بنفرد بقى عضلاتنا مع البيشنت. ايوه. يقول لك الدكتور شاطر قوي ده عرف ان انا رجليها ورمه من غير ما يشوفني. ما انا مش بنجم. هو من قصه العلاج طبعا. انا مش بنجم، انا طبعا عندي متفاهم. انا عندي ريفرنسز. انا كل يوم بذاكر اربع خمس ساعات لغايه دلوقتي،
وانا متخرج من 12 سنه. وطبعا طبعا لازم كل يوم بذاكر، كل يوم نذاكر ونكتب عشان كل يوم في ابديت، كل يوم في جديد داخل في العلم. صح. الاناسيليم دراسات جديده. صح. عند الاناسيليم ده من الدراسات الجديده. يعني الاناسيليم بالظبط في مصر من 4-5 سنين. قبليها انا مش قادر اسيطر على شهيتي، ادخل اعمل عمليه تبلون معده، مش هحاول في حلول هعمل لك ايه. ادخل اعمل عمليه، طلع الاناسيليم والعلم وصل لنا الاناسيليم. طب استخدم اناسيليم هيبدا يديك النقطه بتاعه الشبع ونقطه امتلاء المعده والكلام ده. فالعلم بيتطور طبعا، ولو العلم نزل كمان 4-5 سنين برضو الطفرات ما بتبقاش بسرعه كده. يعني عشان نوصل لحاجه زي الاناسيليم دي ابحاث طويله جدا جدا جدا. بس كويس ان وصلنا لحاجه كده امنه وصحيه ومناسبه لكل الاعمار ولكل الامراض المزمنه. دي حاجه هايله يعني. بالظبط بالظبط. وليه السؤال ده مهم قوي؟ ليه هي مناسبه لكل الاعمار وليه هي مناسبه لكل الامراض المزمنه؟ انا طالع بمثل الشركه، فطبيعي لو هطلع اقول الكلام ده الناس هتقول لك ما طبيعي، ما الشركه هتقول لك ان هو بيطلعنا الفضاء. بس انا طالع هنا اقنعك ليه. تبس صغيره جدا، الجسم عشان ياكل ويستفيد بالاكل بيكسر الاكل لكميات بسيطه، بمعنى البروتين عشان الجسم يفهم ان ده بروتين بيبدا يكسره لسلاسل صغيره جدا خالص اسمها امينو اسيدز. تمام. امينو اسيدز ديت مثلا كل صباع من عندي دولت امينو اسيد، لما بيتجمعوا مع بعض يعملوا البروتين وجبه السمك اللي انا اكلتها. الجسم عشان ياكل السمك بيبدا يفك الامينو اسيدز ديت، وكل واحده يبدا يمتصها. كويس. الجسم بيمتص ايه؟ الحاجه الصغيره. اناسيليم العكس، اناسيليم هي الياف بتنفش، فبالتالي الجسم مش بيتعرف عليها عشان يمتصها. انا بالنسبه لي انت مديني حاجه كره كفر كده دخلتها لي المعده، اخري اعمل معاها ايه؟ كمان 12 ساعه اطلعها بره الجسم. بس. فبالتالي هو ملوش سايد افكت. اوكي. ليه ملوش سايد افكت؟ لانه مش بيمتص. انا مجرد بشتغل موضعي، عباره عن الياف بتشتغل موضعي تخلص اللي عليها وتنزل. كويس. تاني يوم محتاجه اجددها وهكذا. دي قبل الوجبه؟ بنص ساعه. بنص ساعه. ده بس تعقيبا على كلمه ان هو امن. ايوه. لان انا كل كلمه بحب احطها في حيزها. صح. ما بحبش اقول كلام ما عشان اللي يجي يسمعني يبقى فيه مصداقيه. اوكي. بالزبط. قبل الوجبه بنص ساعه، وبعدها لازم نشرب كوبايتين ميه برضه عشان تاخد الحيز اللي احنا عايزينه. المستوى اللي احنا بس تمام. طب كلمنا بقى عن الصفحات والارقام بعد اذنك والتواصل عشان الناس اصدقائنا اللي بيسالوا. احنا عشان تتواصل مع الشركه، ادي الارقام ظاهره على الشاشه دلوقتي. تمام. في 3 ارقام. اتكلمنا على التليفون هتلاقي دكتور بيرد عليك. أوكي. تكلمنا على الواتساب هتلاقي دكتور بيرد عليك. هتملى الاستماره المهمه جدا اللي انت تملاها عشان اقدر افهمك. انت مريض غده، مريض ضغط، مريض سكر، طفل كبير، بوست منوبوز يعني بعد انقطاع بعد انقطاع الطمس. أيوة. عندك بوليسيستيك اوفري، عندك تكيسات مبيض. كميه اسئله كتير جدا محتاجه اجابات. الحاجه عليها دكتور. تمام. فدي اول حاجه الارقام. في صفحات على الفيسبوك، عندنا صفحتين، صفحه باسم اون تارجت فارما تظهر دلوقتي اكيد، وصفحه صفحه اون تارجت فارما بالانجلش. تمام تمام. وفي صفحه ثانيه باسم خبير التغذيه نهال حافظ على الفيسبوك برضو. بالظبط على الفيسبوك. دي الدكتوره اللي تبدا تقسم. يعني انت مثلا مريض ضغط، احمد انت متميز في الضغط هتتابع معاه، بيتر انت متميز في السكر هتتابع معاه، هي مثلا متميزه في الغده هتتابع معاه، هي اللي شافت الابلكيشنز وهي اللي شافت الحالات اللي متقدمه، هتبدا تفلتر كل حاجه وتوزع للدكاتره. تمام. ده بالنسبه للفيسبوك. في بقى على الانستجرام صفحه باسم اون تارجت فارما. حلو قوي. دي كده احنا بنتكلم فيسبوك انستجرام وكمان واتساب وارقام. فباي طريقه انت هتتواصل فيها معانا هتلاقي دكتور مختص هو اللي هيمشي معاك طريق خساره الوزن بتاعتك، ومش هيسيبك حتى بعد ما توصل. عايز توصل ايه؟ عايز توصل تبقى بطل، عايز بودي ريشيبنج، عايز تلبس عندك مناسبه عايز توصل لها، اللي انت عايزه هتلاقي دكتور يطبقه لك. انا بشكرك يا دكتور بجد والله. يعني شوف انا قاعده مستمعة جيدة جدا علشان ايه الواحد يستفيد فعلا. حقيقي الواحد كل يوم يفضل لحد اخر يوم في عمره يتعلم ويجتهد ويذاكر ويقرا، لان دي حاجة جميلة جدا ملهاش علاقة بالعمر ولا بالسن ولا بأي حاجة. كل يوم. وانت عشان احنا الحمد لله شركة رقم 1 في مصر. الحمد لله. الحمد لله. عشان نبقى رقم 1 احنا تقريبا عندنا امتحانات دورية على فكرة. يعني انا من الدكاترة اللي بأشرف على امتحانات الدكاترة اللي عندنا. تقريبا كل شهر بعمل لهم مش امتحانات، كويزز. كويس. انت في الابديت الجديد انت ايه رايك فيه؟ ونبدا نعمل راوند تيبل ديسكشن كده اسمه ار تي دي. الار تي دي بتاعنا ايه رايك فيه؟ ايه رايك فيه؟ طب والله الدراسه ديت في دراسات كتير. صح. الدراسات مالهاش مرجعيه يا دكتور. ليه؟
اتعملت في مثلا في دول شرق اسيا، السكيل بتاعها صغير، النتائج احنا مش شايفينها بالقوه الكافيه. طب الاف دي اي بتتكلم ايه؟ هي منظمه الصحه والغذاء العالميه. في بارامترز كتير جدا، مش عايز ادخلكم في الكواليس عشان ما تتوهوش، بس احنا فريق حاجه جميله مختص هيقدر يحطك على الطريق الصح. بشكرك يا دكتور، اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهارده، دكتور احمد نوبل، اخصائي التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه. انا بشكرك جدا، نورتيني وشرفتني، واسمحوا لي طبعا اشكر حضراتكم لحسن متابعتكم. طبعا بجد تحيه وحب وتقدير لكل مشاهدينا من خلال شاشه قناه الاهلي، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.